السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أم هانا من قناة كل شيء في منزلي. اليوم راح ندير لكم فيديو على فرق بين الشعير والقمح. كاين بزاف ما عرفوش، قالوا لي كيفاش البرغل اللي درتيه، اسكو الشعير ولا قمح؟ ما فهموش مليح البنات. هذا الشعير، الشعير هذا الشعير يجي مغلف، يجي فيها مطرق طويل. هذا هو شو لكم واحد يجي هكذا، يعني كي نقلعو من السنبول تاعو، السنبولة تاعو يجي هكا طويل، تجي حبة طويلة، وهذا يجي هكا. هذا كي نرحيوه هو اللي يدير لنا الخبز الشعير، يعني ودير الدجيج اللي نديروها في الحريرة ونديرو الخبز به. هذا هو، ها يجي القمح السميدة تاعو يجي كحل، وفيه نخال هذيك الخشينة تاع القشور. هذا البنات القشور هذا اللي ما يتكلش الأول، ما يتكلش، ومن بعد كاين النخالة الزوجة اللي تنتكل. البنات كي ندوه عند مول الرحام شنو نقولو؟ نقولو لا حبينا نديروه سميد، نقولو له دير لنا السميد، ولا باغيين نديرو تشيشه به يعني تاع الحريره، تاع الحريره نقولوا له ديروه لنا حريره تاع الحريره، هو الاخر. ومات هو يفرق لكم، يقلع لكم النخال هذيك الخشينه اللي ما تنكلش كامل، يقلعها، قولوا له يقلعها كامل، يقلعها لكم، تبقى النخال هذيك رقيقه اللي ناكلوها، يعني اللي المفيده للانسان. الاخرى يعني الخشينه يعطوها الحيوانات ياكلوها. تقولوا له باللي ولا بغيتو ديروا زعما غير به غير الخبز، يقولوا بلي غير تاع الخبز، ولا بغيتو ديروا به تيشه قولوا ديرنا بها تيشه، يعني تيشه شهية كما نصنعوا الفريك كما الاخر، هي بالشيشه تاع الشيشه، يعني ثاني مفيده مليح. نديروها. هذه هي البنات، حبيت باش نقول لكم الفرق بين القمح والشعير. وهذا يتخبى، يعني تخبوه كما تخلوه هكذا كما راه هكا، يشد لكم حتى القرن ما يفسدش، مادام ما رحيتوهش وخليتوه هكا حب، ما تخافوش عليه يتكوز ولا المهم حطوه في بلاصه يعني تكون ما فيهاش لاميديتي مخبيه. هذا هو، سمحوا لي البنات راني ضربني الريح و قرزي راه مبح شويه، سمحوا لي. هذا هو بغيت نفهمكم. اما القمح شوفوا البنات، ها شوفوا القمح كي داير، يجي هو ما فيش القشور، يجي نقي، يعني هذا كي ماشينا كي تحصدوا به بال تاع ما يتحلش، يعني ما تقدريش تحليه حتى وبيدك، ما تقدريش باش يجي لاصق، لازم حتى يترحى ويتنحى النخاله تاعو. هذا ها يجي هكا البنات، هذا اللي نصنعوا به البرغل. هذا هو، وحنا قلنا باش نوريكم بين الشعير، هذا ما يصنعوش به البرغل، ها هو اللي يصنعوا به البرغل. البنات وبناتي وخوتي وحباباتي صحباتي كامل، هذا هو اللي صنعوا به البرغل. شوفوا كي يجي صافي، ما فيهش، مانيش عارفه انا في الدول العربيه كيفاش. المهم هذا على بالي يسموها حنطه، قمح الحنطه، الشعير يسموها الحنطه، وهذا قمح الصلب. هذا هو قلنا الحنطه، يعني تكتبي في جوجل ديري له الحنطه يخرج لك هذا الشعير. الشعير شوفوا كيف داير. اما القمح الصلب هذا هو يجي، وكي يجي من يعني كي نقلعوه يعني نحصدوه البنات يحصدوه كامل، سي نورمال يجي فيه هذا، يجي فيه الحجر الصغير، يجي فيه مخلط خطرات كيما هكا الشعير. شوفوا هذا المطارق هذاك وتشوفوا فيهم، يجي فيه بزاف صوالح. اش ديروا البنات؟ جيبوا السيار نصيروه، يطلع هذا نقلعوه
ومن بعد نبداو كلي شتي كيفاش نقو العدس كنجيو نطيبو ولا نبداو. صح فيه شويه تعب صح يعني ما شاء الله مفيد. حنا قلنا لكم باللي يعني عودوا للاصل الفضيله يعني بكري كانوا وماتنا ياكلوا غير هادو ما مرضوا ولا اي مرض ما كانوش يعرفوا حتى مرض. وحنا لهنايا ورا النوع تاع المرض تاع ربي جانا يعني واحد يرجع لاصله ويدير ويدير يعني صوالح تاع جدودنا احسن كل شيء. المهم هذا هو القمح البنات. المهم نقوه وقلنا بلي الشمخاني دايره فيديو الجزء الاول بنات والجزء الثاني تكمله تاع البرغل باسكو كاين بزاف قالوا ما درتيناش الجزء الثاني. لا البنات انا درت الجزء الثاني وريت لكم كي راح ديتو طحنتو كي نشف وكي ديتو طحنتو وكي جبتو سيارتو يعني سيارتو وريت لكم. انا صح ما نعرفش نسير بصح نسقسي دائما امي هي تقول لي كيفاش ديري. ومهم واحد يسلك راسو يوكل ولادو صح هذه هي وتصنعي بيه قد تصنعي بيه كيما هذا تقضي تروحي تقولو كاين بزاف جيت الغرب عيطولو شي جان فلقا قولي ديري لي كيما تروحي ترحي تقولي له دير لي تيشا مفلقة يقسم لك حبة على ثلاثة هذا ما كان وتجي وطيبيه ما شاء الله. ثاني ولا بغيتي زعما البرغل شوية يجي رقيق شوية على تيشا مفلقة وشعير ثاني هذا قولي له إلا بغيتي ديري زعما تيشا بيه قولي له باني باغي نصنع بيه تيشا ولا كي باغي ديري بيه الخبز يعني نصنع به خبز مطلوع نصنع به فطيره نصنع به الحامضه يعني خبز خمير كما يقولوا نعيطو حامضه. ثاني البنات شوفوا واش يجي فيه الحبيبات هذو كامل نقوهم هذو يعني هذو نقوهم ينوض مع دائما مع الزرع بالشكل الحيوانات الثانيه ياكلوا هذا ياكلوه مش عارف كيفاش يسموه ياكلوا الحيوانات هذو نشتهم كيكونوا يحصدوا فيه يلمدوها يعطوا الحيوانات تاعهم. هذه هي البنات فرق بين الشعير والقمح. كنا شوفوا هذا الشعير وهذا القمح شوف يبان منا زعما فرق كبير بين القمح والشعير غير اما الفيتامينات البنات وكاع تسيبوهم كلشي معلومات عليها يعني نزيد ندير لكم معلومات تحت الفيديو تسيبو معلومات عن الشعير والقمح ان شاء الله نكتب لكم فيما تحت المعلومات. المهم البنات تعموني باش نزيد قلت لكم نكبر قناة تاعي ولي عندي عائلة كبيرة ان شاء الله يعني فيها مرة نوري لكم حاجة تقليدية خطأ نوري لكم رحلات يعني مناظر خلابة الجزائر وخطأ تنديكم لي بلونت في هاد الأيامات هادو. أنا قلت لكم بلي البنات أنا ما كنتش حنايا كنت معرسة وشربت الماء بارد سخانة شربت الماء بارد حتى عشيت مع بنت لوسي زوجناها ربي إن شاء الله يحفظها ويعطيها سعدها خير منها إن شاء الله. وما تنسوش ثاني قلت لكم لايكات كثروا باش الفيديو تتفرجوه بزاف الناس ودعم عندكم ان شاء الله البنات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.